اليوم حنتكلم عن السيليولايت اللي يصيب عدد كبير من النساء والرجال واللي صار منتشر أكثر هذه الفترة. فخلينا نتعرف على أسباب الإصابة فيه ومو تصيبه ويطلع الظاهر وطرق علاجه مع دكتورة إناس موسى. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا سارة. منورتنا. تسلمي. زمان ما طلعتي معايا أنا، يمكن دائما تطلعي مع هند بس وحشينا كثير. سيليولايت هي أصلا كلمة يعني مستفزة أساسا، فما بالك إذا هو الحقيقي. خلينا نتكلم أصلا كيف يعرفها الطب التجميلي. لا هي الحقيقة مشكلة تجميلية بحتة ما بتأثر على الصحة، تظهر بشكل شائع جدا. طبعا هي شائعة لدرجة 80-90% من النساء مرحلة عمرية معينة رح يصير عندهم سيلوليت. اللي هو كم المرحلة العمرية؟ أي مرحلة. ممكن في منهم إذا كان في عنا مثلا أسباب وراثية بالعائلة، ممكن يكونوا من لما هنن صغار، ممكن بعد الحمل مثلا يصير، ممكن مع التقدم بالسن. كلها هي عوامل لأنها بتزيد من ظهور السيلوليت. أوكي. طبعا ليش النساء أكثر من الرجال؟ لأنه المناطق اللي بتتراكم الدهون عند النساء هي الأرداف والفخذين، وهي المنطقة المفضلة لظهور السيلوليت. ولكن ممكن تظهر بأي منطقة، ممكن تظهر على البطن، على الصدر وغيرها. ولكن بس حتى الرجال عندهم طبعا سيلولايت. نعم، بعض الرجال ممكن يكون عندهم سيلولايت، خاصة إذا كانوا وزنهم زائد شوي ونمط حياتهم شوي خامل، ما بيتحركوا كثير، بيقعدوا كثير. بس نفس المناطق الأرداف والف... نعم. أوكي. غالبا نفس المناطق، ولكن نحن مثل ما ذكرنا أشياء عند السيدات، وممكن السيدات بيشوفوها أكثر من الرجال. في كثير أسباب لإلها. الوراثة بتلعب دور مهم مثل ما ذكرنا، يعني العائلات اللي فيها سيلوليت غالبا كلهم حينصابوا فيها. في العوامل الهرمونية، الحمل كثير ممكن يحرض السيلوليت عند السيدات، التقدم بالسن، نمط الحياة اللي هنون الناس وظائفهم مكتبية بضلوا قاعدين لساعات طويلة، هذا بيزيد عندهم من فرصة السيلوليت، وأيضا الأكل الغير صحي وغيره. بس هل يعني هل هو مثلا فات يعني انه يروح بالرياضه والدايت، ولا كيف يروح؟ لا حتى في ناس رياضيين ودايت ومودلز ممكن يكون عندهم مودلز عنده سيلولايت. طيب عشان اللي عنده سيلولايت لا يعني ما يزعل كتير. لا يزعل، المودلز عندهم سيلولايت. اوكي. لانه المبدا هي كيف تصير، بتتشكل نوع من التليفات خلينا نسميها مشان نسهلها، بتمسك الجلد بتسحبه للاسفل وبتلزق الجلد بالعضلات اللي تحته. فهيك بصير عندنا هاي الانخماصات، وبيناتهم بيبرز الدهون اللي تحت الجلد، فبصير عندنا ارتفاعات و انخماصات او انخفاضات بالجلد. هذا الشكل المتعرج اللي بيشبه بسموه قشر البرتقال، ما عاد بصفي الجلد املس او مستوي. حطالع في كل احد يشوف قشر البرتقال يا دكتوره. لا اي والله. طيب ايش اكثر يعني غير شكليا يمكن البنات اكثر شيء يضايقوا منه؟ هل هو له مضاعفات؟ هل هو لا سيء للجسم؟ ابدا، لا على الصحه العامه ما بياثر ابدا. وكل اسباب العلاج هي اسباب تجميليه بحته. اوكي. طب خلينا نشوف إيش العلاجات. نعم. التجميلية. هلأ نحن العلاجات اللي رح نبدأ فيها هي العلاجات بصراحة شوي أجريسيف، ما أنه من السهل نعالج السيلوليت مثل ما الناس بتفكر. طبعا الناس يقول لك مساج ويروح. لا للأسف. لا. طبعا المساج بيساعد، واحد الأجهزة اللي هي مصرحة لاستخدام سيلوليت اللي هو الأندرمولوجي بيعتمد على مبدأ المساج، لكن للأسف نتائجه بتكون مؤقتة ما بتستمر وقت طويل، بتحتاج جلسات كتير. هي المبدأ المساج أنه التصريف اللمفي ممكن يساعد على تخفيف احتباس السوائل بالمنطقة، تخفيف من مظهر السيلوليت، لكن عندنا المكون الأساسي اللي هو التليف لساته موجود. أوكي. فهذا نحن لازم نقضي عليه. فمعظم الأجهزة بتعتمد على محاولة قطع هذه الألياف حتى يخف هذه الالتصاقات، يا أما عن طريق إدخال فايبر من الليزر تحت الجلد مثل جهاز اسمه الإندوليفت، هو جهاز ليزر بيقطع هاي الألياف وبيساعد على تحفيز الكولاجين لحتى يشد الجلد فوقه. او مثلا في شكله مؤلم هذا دكتور. طبعا صح؟ طالما في انفيزيف لازم يكون شوي مؤلم. ما جاملتني الدكتوره، ما فينا شويه ولا نحط كريم؟ مؤلم. بنحط كريم ونحط خدير، بس ستيل طبعا انت عم تحكي حراره داخل الجلد، فهي الفعل نفسه بده يكون شوي مؤلم. أي. ولكن ما انه غير محتمل. النتيجه لا. نهائيه حتكون يعني ولا النتائج طبعا بتطول فتره طويله، لكن شو المشكله انه سيلوليت بتزيد مع العمر، فممكن يطلع تظهر سيلوليت غيرها يعني زي التجاعيد يعني والبوتوكس. نفس الفكره تماما، هي نفس الفكره نفس المبدأ، بس ممكن تضل سنة سنتين. أيضا في أجهزة الراديو فريكوانسي اللي هي بتدخل مايكرو نيدلز داخل الجلد وبتعطي حرارة أيضا لتحفز الكولاجين. في أجهزة الألترا ساوند كتير، كل الأجهزة. في طبعا طريقة كمان ممكن تساعدنا، هي شوي كمان عنيفة، اللي هي استخدام الكالسيوم لحقنه تحت الجلد. طبعا هي مادة بيوستيميولات يعني بتحفز الكولاجين، فنحن بهاي العملية منقطع الألياف ومنحقن هاي المادة لحتى تزيد سماكة الجلد. طبعا هاي الإجراءات اللي هي بتعطي بصراحة نتائج أفضل. نقطع الألياف هذه كانوا جراحة يعني الموضوع، ولا برضو بالليزر؟ لا فيك تقولي إنها بالنوع الجراحة. أوكي. نعم. فنعمل جراحة نقطع الألياف ونحط شوية، حسيت كأنه زي لما بنطبخ
مع الشيف سمك تقريبا نفس الفكره تقريباً. يعني نشيله انه تحفز الكولاجين فبالتالي تسمك الجلد. لما الجلد بيسمك عندنا بيصير نوعا ما شكل السيلوليت احسن. طبعا هي الاجراءات شوي هي الاجريسيف بس هي الفعاله اكثر. طبعا في اجراءات هذه كم سيشن تحتاج عاده دكتور. جلسه او جلستين مو اكثر لانه هي نوعا ما انفيزيف نحن بنقلها هي الاجراءات وتجلس سنه لسنتين بعدين لازم تسوي جلسه ثانيه اذا ظهرت السيلوليت مره ثانيه حتظهر لانه احنا حنكبر ولكن ممكن نحن اذا عملنا بعض الخيارات الصحيه شوي باكلنا بحياتنا ممكن انه ما ترجع مره ثانيه. طب ايش هي الخيارات الصحيه؟ نعم الخيارات الصحيه اول شيء الحميه نحن نعتمد حميه غنيه بالفايبرز بالخضروات قليل فيها الدهون والسكر لحتى هذا الجسم يكون يساعده اكثر على الاستقلاب. الرياضه او نمط الحياه الاكتف مو الرياضه الشديده القاسيه فكروا انه لازم المشي والجري الجري المحافظه على الوزن تخفيف الكافيين الكحول هي الاشياء اللي بتحبس السوائل داخل الجسم كل هاي الاشياء ممكن انها تساعد كثير انه تخفف من مظهر السيلوليت. طب هل في طريقه نتجنب فيها يعني مثلا يعني انا عارفه انه العوامل الوراثيه اوقات تكون موجوده وغصبا عننا بس هل في طرق ثانيه مثلا نقدر نتجنب انه يتطلع السيلوليت؟ للاسف لا هي اذا الشخص مقابل والله انا حبيت انه اليوم الدكتوره مره صريحه 100% اوكي فما نقدر نتجنبها طبعا اذا بتلعب رياضه واذا وزنك مثالي وكله ممكن ياخر ظهورها او ما يخليها بارزه كثير. هلا طبعا هي حكينا انه المودلز ممكن تظهر عندهم لكن الشخص اللي هو الاوفر ويت او اللي عنده دهون زياده بيكون منظره اوضح. طب كيف جينيفر لوبيز ما عندها سيلولايت؟ ممكن عندها عوامل وراثيه ممكن وراثيه. والكارداشيانز ما عندهم سيلولايت غالبا هم بيعالجوها لانه ذكروا قبل مره انه بيعملوا علاجات لجسمهم لشد الجسم. نعم هي المشكله جايله ما بتذكر ايش بتسوي بس تبان موديل. خلاص شكرا لك دكتوره يعطيك الف عافيه.